ومشاهدينا هسه ويانا بالاستوديو نورنا مقيم الطعام ومدون الطعام احمد نبيل. يسعد صباحك، اهلا بيك، نورتنا. يسعد صباحك، اهلا بيك، اهلا بيك. جزيلا يا اهلا وسهلا. شكرا لك. طبعا احنا من البدايه حابين نعرف من عندك شنو الفرق بين مدون الطعام ومقيم الطعام. هسه اكو فرق بيناتهم. طبعا تقييم الطعام يجي عن موضوع دراسه، يعني الشخص لازم يدرس هذا الموضوع، يدرس موضوع النكهات، يدرس هوايه شغلات. هل هذه الدراسه يعني موجوده يمنا مثلا هذا القسم؟ اكو اشخاص زي يدرسون هذا الشيء؟ بصراحه يمنا لا ما موجود، بس بالخارج موجود انه هذا الشخص انه هو مقيم الطعام. زين، بس مدون الطعام هو شخص اخر، انه هو خلينا نقول يصور الاكل مثلا، او يصور الطلعات مالته، او شنو يتناول، او ينطي مثلا رايه الشخصي بهذا الموضوع. حلو، يعني هو كل يوميا خلينا نقول يروح مكان جديد ويعرف الناس على مثلا اكله معينه، وهمينا انه يقول رايه بالاكل. بالضبط. حلو. طيب بالاول والاخير هو راي شخصي يعني. اكيد. أيه. طبعا. طيب هذه الوظيفه احنا شويه غريبه علينا، ما مرت علينا هيك وظيفه، شلون منين جتي هاي الثقافه؟ والله شوفي، هو موضوع الفلوجر يعني هو موضوع قديم ومن زمان. أكيد. يعني وهواية انواع، تلقين مثلا الفلوجر اللي يقيم السفرات او اللي يصور السفرات. صح. تلقين مثلا الفلوجر اللي تصور خلينا نقول الموديل والفاشن وهالاشياء والمكياج. فعندنا همنا ايضا موضوع الفلوجر اللي هو يصور الاكل او يصور الاماكن اللي يروح لها. حلو. طبعا احمد، انت حابه انه تحكي لنا اكثر عن تجربتك، يعني شلون بديت، من وين اجتي هذه الفكره، منو شجعك انه تسوي هذا الشيء؟ والله موضوع السوشيال ميديا انا دائما متصل بيه يعني من سنين كلش طويله. بس تقريبا بال 2020 خلينا نقول بديت انه اصور الاكل اللي انا اكله، خاصه يمكن فتره كورونا كنا بس نطبخ وناكل. بالضبط. فانا بديت من هذا الموضوع، انه كل يوم مثلا على الغداء اصور الغداء واحكي بيه، او حتى اذا مثلا اكون طالع بمطعم او فد مكان انطي رايي بالمكان، وشوي شوي بديت من ذاك الوقت. شلون كانت ردود الافعال لما نزل الفيديوهات؟ بصراحه بالبدايه كان يعني ردود الافعال قليله، تعرفين يعني واحد. أيه. بالبدايه. أكيد. بس بعدين شوي شوي الناس كلش حبت هذا الشيء وكلش يعني انتشر. حلو. طيب احمد، انت قلت يعني هو الشغله نقول مثل شلون الواحد اليوم على السوشيال ميديا يقيم السفر مالته، الاكل او المكان او الطلعه. اليوم مقيم الطعام او مدون الطعام، هو يعني يحتاج له مثلا شهاده، او يكون لازم خريج او فتشي، لو هو مجرد مثل ما انت ذكرت؟ لا ما يحتاج له. هو كمقيم الطعام اي يحتاج له هوايه دراسات ويحتاج له هوايه شهادات على مود يقيم، والتقييم مالته يؤخذ بعين الاعتبار. اما بالنسبه يعني قريب على الشيف لو لا؟ يعني خلينا نقول بعد ابعد من الشيف، لان يعرف اشياء اكثر من ما يعرفها الشيف نفسه يعني. نعم. شلون؟ فيقدر مجرد انه يتذوق الشغله يعرف شكو ما بيها شغلات. اما بصراحه اللي انا دا اسويه فهو مجرد انه انطي كراي شخصي بالمكان، لانه هو الموضوع مو بس اكل. صح. لما اروح على مطعم اقيم المكان، خلينا نقول الاجواء، خلينا نقول اقيم الخدمه، اقيم النظافه، وهاي اقيم. نعم. شغلات. نعم. حلو. طيب حلو. احمد، يعني خلينا نقول مدون الطعام يقدر ينطي رايه مثلا اذا كان شيء سلبي، لو هو دائما لازم يمدح، وممكن يقول انه هذا الشيء بس لا تغيره، بس ما يقدر ينتقد خلينا نقول بطريقه كلش يعني مباشره. بصراحه هذا الشيء يعتمد على المحتوى الشخص اللي دا يقدمه. اكو مقيمين طعام فقط سلبيين، اللي هم يطلعون فقط السلبيات. اكو ناس يطلعون فقط الايجابيات، واكو شو تطلع انت؟ انا بصراحه بالبدايه كنت اطلع بس الايجابيات، يعني الشغلات السلبيه احاول اتجنبها وما اصورها يعني. لكن يعني خلينا نقول باخر فتره بديت انطي فقط كملاحظات، مو شغلات سلبيه. الشغلات السلبيه يعني احاول اتجنبها، بس انطي شويه ملاحظات عن عن الاكل مثلا، يا ريت لو هيك مسوين، يا ريت لو هيك مسوين. طيب احمد، خلي شويه نحكي على الصفحه مالتك. أينا. يلا ناكل، يلا ناكل. جوعانين. يلا ناكل. اسم حلو طبعا. أينا. شلون اختارت هالاسم وليش اختارت هالاسم تحديدا؟ والله بصراحه يعني انا بالبدايه ما كان الموضوع بس كتقييم اكل. بالبدايه كان كموضوع حل مشكله. زين، اكو هوايه ناس خلينا نقول ما يعرفون او يحيرون كل يوم شنو ياكلون. صحيح. او مثلا حتى اللي يجون خلينا نقول سياحه، هاي امهاتنا خطيه الله يساعدهم، بالضبط. كل يوم يحير شنو المطبخ. بالضبط. او مثلا السياحه اللي يجون مثلا خلينا نقول الاربيل، فحتى احللهم المشكله، يلا ناكل، يلا ناكل، تعالوا كل يوم يتفرجون فيديو. وفعلا اكو عندي كلش هوايه متابعين.
يعني بس دي ينتظرون انزل الفيديو حتى ثاني يوم راسا يروحون للمطعم. طيب احمد مثلا اكو اشخاص يقولوا لك مثلا روح زور هذا المطعم مثلا هم ضاقوا وشافوا اكله طيب فانت يحبون همين ان تعطيهم رايك به يقولوا لك انه روح على هذا مثلا المكان. نعم يعني كاشخاص كمتابعين كحتى اصحاب مطاعم هواي توجه لي مثلا دعوات او فتشي يابا انه روح سوي هذا الشيء روح جرب هذا المطعم روح سوي لنا هاي التجربه. حلو. زين احمد انت خلال تجربتك انت مثلا قلت على مكان اكلهم طيب وهيجي وصفت وما ادري شنو شفت تفاعل او ردود افعال من المتابعين قالوا احنا رحنا وللاسف ما شفناه هيجي وكذا انت شلون تتفاعلوا وياهم من انه يكون هيجي؟ بصراحه دائما يعني بكل فيديو القى هيجي اشخاص انه دائما يعارضوني هل هو موضوع محاربه هل هو موضوع فعلا اكو شيء غلط دا يصير لكن بتعرفين موضوع الاكل هو موضوع اذواق يعني انا احب شيء مثلا انت ما تحبيه انا احب شغله انت ما تحبيها فيعني واحد ما يقدر يحكم انه لا هذا الاكله طيبه فلازم الناس كلها تحبها لكن مرات اتفاجئ بشغلات مثلا يعني انا رحت على مطعم وكلش انعجبت بنظافته يروح واحد شخص ثاني فاكو دائما هذا الموضوع الفرق اللي يصير بالفعل. فعلا. طيب يعني همين ممكن انه اكو اشخاص مثلا يحتارون اليوم شنو يطبخون يقولوا لك ساعدنا يدزوا لك مسجات هيجي اكو تواصل بينك وبين المتابعين خاصه يعني المتابعين يحبون انه مثلا يحجون ويا شخص ويجاوبهم يعني تصير صداقه همين اكثر. انا كلش هوايه يعني عندي تواصل ويا المتابعين يعني انا عندي كذا ساعه مخصصها بس على مود للرد على التعليقات واجاوب على الناس وهاي. هواية ناس يخابروني يقولوا لي انصحنا نريد مثلا اليوم جاينا خطار ونريد مثلا ناكل برجر او ناكل شيء فانصحنا دلين على هذا المكان فانا ادلهم على المطعم اللي هم الناس. طيب احمد انت اكيد يعني مسافر اكثر من دوله شنو اكثر يعني دوله حبيت يعني اكلهم شفت قريب علينا مثلا لو احنا العراقيين معروفين باكلاتنا الدسمه ماكو احد ينافسنا قد افتريت ولدان الاكل العراقي بس بس الاكل العراقي بس يعني ما شفت شيء مختلف مثلا انه يعني تقول يا ريت لو يمنا يطبقوها هيجي مثلا كاكله بصراحه يعني احنا نقولها اغلب مثلا الاكلات اللي دي يسوها بعض البلدان انت تلقين هنا مطاعم تسويها يعني على سبيل المثال المصري او التركي او الايطالي او غيرها احنا موجوده عندنا هنا مثلا نقول باربي. صحيح. طيب احمد اكو بعض الاشخاص او المدونين مثلا هم يختصون بالاكلات خلينا نقول الاكلات العراقيه واكو البعض مثلا يحبون الحلويات اكو بعض يحبون السلطات والمقبلات انت من اي نوع شنو الاشياء المفضله يعني انا ما عندي فتشي مفضل زين او فتشي مخصوص دائما عليه انا اصور كل شيء يعني دائما احاول اربط المحتوى مالتي بالاكل هل اذا حلو. كان موضوع مثلا خلينا نقول حلويات او اطباق غربيه او اطباق شرقيه يعني مثلا حلو طبعا شكرا لك احمد شكرا, شكرا جزيلا احمد نورتنا وظيفتك كلش حلوه كلش فعلا يلا ناكل يلا ناكل يلا ناكل اهلا بك شكرا جزيلا